تنين الكومودو العملاق ونوع من السحال الذي يوجد في الجزر، وخاصة جزيرة كومودو في وسط أندونيسيا. وتنين الكومودو هو عضو من عائلة الورل. يبلغ طول تنين الكومودو العملاق ما بين 2 إلى 3 أمتار، ويزن حوالي 70 كيلوغرام، كما أنه يمكن أن يصل إلى وزن 166 كيلوغراما في الأصل. ويعتبر تنين الكومودو أثقل السحالي على وجه الأرض. تنين الكومودو العملاق هو من الحيوانات الآكلة اللحوم، إذ يتغذى أساسا على الجيفة، كما أنه يصطاد وينصب الكمائن لفرائسه التي تشتمل على اللافقاريات والثدية والطيور. ويستطيع تنين الكومودو أيضا القبض على فريسته التي هي بعيدة المنال. على الرغم من أن تنين الكومودو ليس ساما، إلا أن عضة منه خطيرة جدا، حيث أنه قادر على أن يسبب أضرارا بشكل كبير مع البكتيريا الخطيرة الموجودة في أنيابه. وإذا كانت الضحية محظوظة بما فيه الكفاية للهروب من أن تؤكل، فمن المرجح أن تموت في نهاية المطاف بسبب تلك البكتيريا. في فيديو اليوم سوف نعرض عليكم أعزائي المشاهدين بعضا من أجمل المقاطع لكيفية اصطياد هذا الحيوان لفرائسه، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دوما وضع إعجابكم لهذه المقاطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. في هذا المقطع سوف نشاهد معا كيف نصب تنين الكومودو كمينا لهذه القردة من أجل اقتناص أحد أفرادها. ففي غفلة من هذه القردة اقترب هذا التنين من أحد أفرادها ليهجم عليه ويبتلعه في لمح البصر. كان المشهد قاسيا جدا وحسينا في نفس الوقت، فلا تملك مثل هذه الحيوانات الضعيفة أي أمل في النجاة من هجمة من هذا الحيوان المفترس. مقطع آخر يظهر لنا مواجهة من نوع خاص بين نوعين مختلفين من الزواحف، تنين الكومودو في مواجهة أحد الأفاعي السامة. لاحظت هذه الأفعى اقتراب تنين الكومودو من بيوضها لتسرع نحوه وتشن هجمة عنيفة عليه. التفت الأفعى حول التنين مانعة إياه من الدخول إلى جحرها لينسحب في الأخير ويبتعد من خطرها، فهو غير مؤهل للوقوف في وجه قبضتها المميتة. مقطع آخر يظهر لنا فيه كيف تربص تنين الكومودو بقطيع الجواميس البرية هذه ليقترب شيئا فشيئا من أحد أفرادها التي كانت ترعى مع صغيرها. يقترب تنين الكومودو نحو صغير الجاموس ليهجم عليه بعضة خاطفة مفرزا سمه القاتل فيه، فيسقط الصغير عاجزا عن الحركة والهروب من قبضة هذا التنين. حاولت الأم إنقاذ صغيرها من هذا الحيوان المفترس، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل، ليسقط صغيرها مشلولا بسبب تأثير السم القوي على جسده الضعيف. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بهذا المقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.